من برلين ينضم إلينا عمر شاكر مراسل الغد. عمر، إذا برلين على موعد مع مؤتمر مرتقب بشأن الأزمة الليبية، بداية هل لك أن ترصد لنا آخر الاستعدادات التي تسبق هذا المؤتمر الذي سيكون غدا، أهم الأجواء وأيضا الظروف التي سيقام فيها هذا المؤتمر؟ بداية، الاستعدادات تجري كما يبدو على قدم وساق لإعقاد هذا المؤتمر الذي ترى فيه ألمانيا فرصة كبيرة وربما الأفضل لجميع الأطراف لإجراء مباحثات للوصول إلى حلول إلى الأزمة الليبية على مستوى الآمال. هكذا هي الآمال هنا في ألمانيا، والحديث هنا يجري عن حلين رئيسيين يمكن أن يتوصل إليها المجتمعون في هذا المؤتمر من طرفي النزاع في ليبيا. الحل الأول هو قريب المدى، يتعلق بوقف إطلاق نار فوري في مدن ليبيا وتحديدا طرابلس، وكذلك يجري الحديث عن حل رئيسي آخر يتعلق بالحلول والتسويات السياسية بعيدة المدى بين الأطراف المجتمعة. على مستوى الحضور أيضا، بالإضافة إلى طرفي النزاع في ليبيا، هناك حضور لأحد عشر دولة، الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، إضافة إلى الدول الجوار والإقليم الليبي بينها مصر والجزائر، بينما هناك غياب لتونس وانتقادات لهذا الغياب، أو على الأقل غياب التوضيح من قبل ألمانيا حول سبب عدم دعوة تونس لحضور هذا المؤتمر. لكن كما ذكرت، الآمال هنا معقودة على أن تجتمع الأطراف المتنازعة في ليبيا، إضافة إلى وجود دول هذا يعطي زخما لهذا المؤتمر لدعم حل ما يتوافق عليه الجميع للمضي قدما في وقف إطلاق النار، وكذلك البحث عن حلول سياسية بعيدة المدى. طيب، ماذا عن الدول مثل ربما حكومة الوفاق طالبت بإحضار قطر، دولة قطر، إلى هذا الاجتماع؟ هل كانت أي ردود فعل أخرى عن حضور وغياب دول معنية بالشأن الليبي وبالأزمة الليبية؟ ألمانيا هي المعنية بإرسال دعوات لحضور هذا المؤتمر، وعلى ما يبدو أن برلين قد اختارت قائمة الحضور، بينها دول رئيسية على المستوى الدولي، روسيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وكذلك على المستوى الإقليمي والجوار الليبي كمصر والجزائر وأيضا الإمارات العربية المتحدة. لكن لا شك أن هناك بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام تحوم حول أسباب عدم دعوة عدد من الدول، لكن ألمانيا كما ذكرت هي المعنية بإرسال هذه الدعوات، ويبدو أن الحضور لا شك أنه حضور لافت ومميز لهذه الدول التي يمكن أن تدعم حلا توافقيا يتم التوصل إليه في هذا المؤتمر بعد فشل مساعي حثيثة وعديدة حتى الأيام الأخيرة في إجماع أو لقاء الطرفين والتوصل إلى حل يتمثل بوقف إطلاق النار في ليبيا. شكرا جزيلا لك عمر شاكر مراسل الغد، كنت معنا من برلين.